بين الدولة والمجتمع تظهر آثار الانقلاب على أكثر من صعيد. تلك الآثار لها علاقة بالدمار المرئي واللامرئي لمدنية الدولة والمجتمع وما تبقى من هامش لثقافة الحياة. غير أن المجتمع والمؤسسات التي لها علاقة بالحياة المدنية أبرز ضحايا الانقلاب على الصعيد الاجتماعي كما على الصعيد المدني. يتعلق الأمر بتحويل الفئات المدنية والاجتماعية الأكثر إلى حالة ميليشياوية وصلت إلى مرحلة الضرب على العظام من خلال ضرب مؤسسات التعليم وتحويل كوادرها إلى ميليشيا ترتدي البزة العسكرية متعددة الألوان تردد الصرخة بديلا عن شعار الخالد تحيا الجمهورية اليمنية. تجيش المجتمع بكل فئاته من نساء وأطفال وأكاديميين وإعلاميين وتحويلهم إلى مجرد وقود في معركة قادمة غير محسوبة المآلات تبدو منهجية لجماعة تبحث عن جنود ومقاتلين بغض النظر عن كل المحاذير والأعراف والنتائج المدمرة لهذا التجيش. لا قوانين مدنية ولا أعرافا اجتماعية ولا ما تبقى من إحساس مدني ووطني وإنساني بإمكانه أن يشكل ضميرا رادعا يجنب الشرائح الأكثر حساسية في المجتمع وهي المرأة التي تحولت هي الأخرى إلى أحد أدوات الميليشيا وهي التي فقدت الزوج والأخ وربما الولد وتسعى الميليشيا في أن تسير على درب الجحيم ذاته لأسرتها المغدورة. النتائج المترتبة على مثل هكذا تصرفات لا تؤثر على اللحظة الراهنة فحسب بل إن تأثيرها الأخطر يبدو على صعيد المستقبل خصوصا تلك الانعكاسات الاجتماعية والنفسية المستقبلية على صعيد المرأة والطفل. ثقافة الملشنة التي تظهر آثارها على لعب الأطفال ويومياتهم التي أصبحت نسخة طبق الأصل ما يفعله الكبار والأخطر من ذلك رؤية الطفل ليد الأم تلوح بالسلاح وهي آخر ما تبقى له من ملامح السلام والأمان النفسي. صمت المجتمع الدولي عن استخدام النساء والأطفال والإعلاميين في النزاعات رغم وجود قوانين تحد من اتساع مخاطر الحرب على هذه الشرائح هو علامة الاستفهام الكبيرة بحجم وجع هذا البلد المعذب والجريح.